الانقلاب الذي حصل في مصر لا يمكن أن تطهره أي انتخابات، بل أنا أضيف أقول لا يمكن أن تطهره مياه النيل كل. لو صبوا عليه مياه النيل كل ما هوش في نظافة، تقعد انقلاب. فبالتالي المهزلة اللي حصلت فيما يتعلق بالانتخابات بتاع الأيام هذه لم تزد إلا تفريط عزلة النظام الذي يحكم في مصر. لا يمكن بأي منطق أن نقبل بانقلاب في أي دولة من الدول.